السلام عليكم. دائما كل ما يسوي الشخص دايت اول شيء يروح وجهه او يضعف وجهه او يذبل وجهه، نساء او رجال. شنو السبب؟ السبب بسيط، انه انت من تنزل نسبة الكربوهيدرات، كل واحد كربوهيدرات يخزن 3 جرام مي، حتنزل نسبة المي. هنا من تنزل نسبة المي حتنزل وياها نسبة المغنيسيوم والبوتاسيوم. العضلة او الخلية تتكون من بوتاسيوم مغنيسيوم داخل العضلة وصوديوم خارج العضلة. فاذا صوديوم اكثر يسحب المي من الخلية، يبدي بالذبلان. ليش المي قل؟ قل بسبب الدايت وقلة الكربوهيدرات وتخزين المي. إذا انتصر الصوديوم على المغنيسيوم والبوتاسيوم. هنا إذا دعمت غذائك بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، هنا رأسا حياخذ المي من الصوديوم ويرجع يصير الوجه ريان. فلذلك وين نلقي دائما الخطأ من أكمش دايت وأبدي بالمخللات والأملاح وزيد الأملاح، هاي واحد. وأبتعد عن مصادر المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي شنية الخضار بكل أنواعها زائد المكسرات النية. سلام.